السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ والنهارده جيت لكم بالجامد قوي 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 قوي. طبعا انتوا عارفين محشي الكرنب غني عن التعريف. دلوقتي قطعنا راس الكرنبه، وننساش في الاول يا جماعه نصلي على الحبيب، طبعا اللهم صل وسلم عليه. دلوقتي جبت لكم الكرنبايه وقطعت لكم ايه جميله، طبعا زي ما انتوا حضراتكم شايفين طازه وجميله حلوه زي طبعا حطينا ملح في الميه، انا بحب احط ملح بس طعم وخليها كده مش مسخه فطعمها حلو. دلوقتي انا لقيت الكرنبايه كبيره، فقلت ايه تكبير على الحله، قلت هحش منها ورقتين اسلقهم الاول وبعدين حطوا 3-4 ورقات كبار كده، ما كملوش دقيقه خلاص ما بياخدش ثواني على طول. بعد كده ايه طبعا انت حضراتكم شايفين كل حاجه. دلوقتي حطينا الكرنبايه بنسلقها كلها، انا اصلا حطيتها في الحله وقلبتها، بس دي ما جاتش في التصوير يعني. دلوقتي نزلنا بالزيت طبعا زي ما حضراتكم شايفين البصل، دلوقتي دي حته يعني مليه بتخلي المحشي مفحفح وجميل. نزلنا بالتومه اما البصل دبلت، وبعدين بقى ايه هننزل بالطماطم بعد ايه ما تصفر كده. خلاص البصله اصفرت معانا، ننزل بالطماطم. سر المحشي يا جماعه ان انت كتري بصل، كتري خضره، كتري طماطم، التوابل طبعا بتاعتك تخليه ريحته مفحفحه كده والعماره كلها تعرف انت عامله محشي والشارع كله. يعني احنا كل شويه بنعمل اكل 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 اكل، نتكلم مع بعض وندردش مع بعض. طبعا انتوا شايفين احنا بنحط ايه، كمون، فلفل، بهارات، ملح وسكر، عشان هنحط شطه ونحط بابريكا ونحط فلفل اسمر ونحط الحاجات دي يعني، وسكر عشان الحموضه طبعا. يا جماعه بصوا احنا بنعمل اكل ونقعد ايه يعني كل يوم اكل اكل اكل، بس احنا يعني ناخد وندي. طبعا انتوا شايفين ده رز مغسول ومنقوع كويس، وبعدين احنا عايزين نتكلم مع بعض احسن من الاكل يا جماعه. صح، نسيت اقول لكم حطينا برده جنزبيل، الجنزبيل حلو ضد الامراض، حطوا منه، والفريش كمان برده جميل. طبعا خضره مغسوله ومنقوعه. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه، كل حاجه واضحه. واحد نفسي والله ياخد ويدي معاكم بعد كده ان شاء الله باذن الله، نقعد نتكلم مع بعض. طبعا خلاص بنقلبه بس تقلبتين كده على النار، وبعد كده ايه يا دوب بقى ناخده ونلف، ما نخلوش كتير على النار، هو بس تقلبتين كده. خلاص انا خلصت، وطبعا ايه بقطع الورق اللي سلقته زي ما حضراتكم شايفين، لا مهري ولا بص ولا يعني لسه مش مسلوق قوي، لا حلو هو كده جميل. طبعا انا بقطع الورقه وانا ماسكاها في ايدي، وبقطعها برضو على ممكن اقطعها ويا في ايديا برضو، وممكن اقطعها ويا في الصينيه. انا اوريكم الطريقه دي والطريقه دي، عادي اللي يعجبه اي طريقه، ده شغال وده شغال. دلوقتي برضو بلف الصابع، بص الصابع بتاعي جميل ازاي، في ثواني هتلاقوني بقى مليت الحله. بتملوا الحله كده في ثواني، بصوا بوريكوا الصباع بتاعي جميل اهو، بصوا مليت الحله في ثواني اهو. طبعا بنسقي بقى شوربه، يعني الشوربه مظبوطه طبعا ومملحه وفيها توابل وفيها كل حاجه، دي شوربه اللحمه. طبعا بنسقيه بقى لحد ايه ما بنغطي الصوابع المحشي كلها. خلاص هو استوى يا جماعه، بصوا.